نظمت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بالتعاون مع مجموعة من الشركات العالمية التي تعنى بقطاع الفضاء ورشة عمل افتراضية للتعريف بمبادرة تجربة في الفضاء بحضور أكثر من 76 مشاركا من طلبة المرحلة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والمختصين والباحثين والمهتمين. هذه الورشة تأتي ضمن المساعي التي تبذلها الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لتحقيق أهدافها الاستراتيجية والمعنية ببناء القدرات الوطنية. والنهوض بعلوم الفضاء على المستوى الوطني وتعزيز الابتكار والتطور بما يتوافق مع رؤيه المملكه الاقتصاديه 2030 حيث ستساهم الورشه في تشجيع الطلاب والاكاديميين والباحثين على الانخراط في مجال علوم الفضاء وتطبيقاته وتعزيز مجالات الابحاث المتعلقه بها عبر ارسال تجربه الى محطه الفضاء الدوليه. والذي بدوره يعزز من جوده التعليم ما سينعكس ايجابا على تصنيف مؤسسات التعليم العالي في المؤشرات العالميه ذات العلاقه بالابحاث العلميه